لا تقلق يا أخي لا تقلق، سنصل إن شاء الله من 3 أيام إلى 5، إنها أيام وثر. ادعو لنا يا شيخ، وأنا سأرسل لك الوصفة الآن برسالة. إلى اللقاء. يا ملع. ملع الملع، تعال بوز الشنطة قدورك. أبوز إيش؟ أنا بزيتها من البيت لا فوق الباص، شل الشنطة. وفوق الباص ولو كان حامل لأمين؟ بلا مغلاطة ولف دوران، شل الشنطة. شكلك أنت بتتعبنا. اسمع، خرج الخيمة اللي داخل واقسمه بيني وبينك. كيف نقسمه؟ أقبلك كتالوج تنقل منه. لا لا مضحك، والله إنك أتشل الشنطة. أقول لك تعال بوز الشنطة. استغفر الله، أنا مش شاقي معك، شل الشنطة. استغفر الله، استغفر الله، مقابو. يا عاقل يا مطوع، مالك دخل، خليك لحالك، خلينا نتفاهم له صاحبي. خليك بعيد، شل الشنطة. لا ما بشلش والله، ما تشلش. كلمك كلمك. طيب فهموني من المشكلة. يحلف علي تقول مرته. لا مرتك ولا مرته، مقابو، فهمني. ما ببوس الشنطة يا شيخ وكلمه. ما تشل الشنطة وغصبا عنك. ما بشلش. طيب هلا هلا هل المشكلة بهذه الشنطة؟ ابدي الشنطة. انا شدي لكم حال. ايش بتحمل انت؟ لا، كل واحد منكم يبوز الشنطة من جهة، مثل حجر الأسود الذي قام بها رسول الله وكفار قريش. أبا لهب كله. تعرف يا شيخ إنه قدو 17 كان يبيع أصنام داخل سوق الحرج. شوف له شنبه، من شنبه وبس يثبت لك إنه كان هو أبو جهل لزم. ممتازة. شنبي يملع، هيا بز الشنطة. والله ما بزه. وأنا والله ما بزه. لا تحدينا يا بزه. شو اللي ما هذا؟ أليس بينكم رجل رشيد؟